مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات اكتشاف مدينة مونستر. منذ قدومي إلى هذه المدينة وأنا أتساءل عن سر جمالها، ما الذي يجعلها تستحق كل تلك الجوائز؟ لماذا تعتبر عاصمة ألمانيا للدراجات الهوائية؟ كيف أصبحت قدوة في ميدان التنمية المستدامة؟ تابعوني اليوم لمعرفة الأجوبة. مونستر بطلة من ذهب، ففي سنة 2004 فازت بجائزة اللايفكوم التي تمنح من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والرابطة الدولية للبستانية. إذا أصبح بإمكانها بعد حصولها على المثالية الذهبية تزيين اسمها بعنوان أفضل مدينة من حيث المعيشة في العالم. وفي نفس العام حصلت مونستر على جائزة نجمة المناخ لتشغيلها للنظم الشمسية في المدارس. بينما في سنة 2005 منحت مونستر الجائزة الذهبية من قبل المنتدى الأوروبي للطاقة لاستخدامها الطاقة الرفيقة بالبيئة والأسلوب الفريد لتجديد المباني، كما تضاف قلادة ذهبية أخرى لمسابقة إيدن دي فلورال مدينتنا تزدهر إلى تعداد الجوائز التي حصلت عليها هذه المدينة البطلة. الحق يقال، مونستر بدون دراجات أمر محال، فللدراجات أهمية خاصة في التنقل داخل المدينة للذهاب إلى العمل أو إلى الجامعة أو إلى ممارسة التمارين أو فقط في نزهة في المدينة، إذ تتوفر المدينة على شبكة موسعة لطرق الدراجات وممرات أخرى منفصلة خصيصا لراكبي الدراجات على الطرق الرئيسية، فضلا عن 11 شارعا يعطي أسبقية للدراجات على السيارات. لا عجب أن مونستر توجت عدة مرات من طرف النادي الألماني كعاصمة ألمانيا للدراجات، مما يجعلها تستضيف العديد من البعثات من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على سياستها تجاه الدراجات الهوائية. يكمن سحر مونستر في عقود من الالتزام والتصميم المستدام والإدراك الواسع لقيمة الطبيعة المتمثل في فعاليات عدة حملات وجمعيات ومنتديات وجوائز تهدف إلى التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة وتحفيز الساكنة على المشاركة في مشوار تطوير المدينة. فمن أبرز هذه المبادرات نجد مثلا حملة مونستر باكس التي تروج لعدة أفكار بسيطة وعملية ذو تأثير كبير على حماية المناخ، إذ تتطابق مع القرار المتخذ من طرف بلدية مونستر بموجب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% لسنة 2020. Mönster Pakt ist ein, ja, wie soll man sagen, ist eine tolle Klimaschutzkampagne, die wir initiiert haben, um den Bürgern die Möglichkeit zu geben, ganz einfach Klimaschutz auch zu Hause zu machen. Denn viele sagen immer, oh, Klimaschutz, wo ist das? Das ist am Nordpol oder das ist irgendwo in der Wüste, da habe ich nichts mit zu tun. Nein, Klimaschutz ist zu Hause. Jeder kann Klimaschutz zu Hause umsetzen, kann eine Kleinigkeit machen und mit ganz, ganz vielen kleinen Maßnahmen kann man was ganz Großes bewegen. Und das ist Mönster Pakt. Und warum machen Sie mit Mönster Pakt? Wir machen diesen Pakt, weil wir ehrgeizige Ziele haben, um weniger CO2 zu verbrauchen.
Und wir haben uns von Menschen, die sehr viel verstehen davon, von Experten ein Gutachten schreiben lassen, um herauszufinden, was wir tun können, um 40% weniger CO2 in die Atmosphäre zu entlassen. Und haben dabei festgestellt, dass es ganz, ganz schwer ist, mit den normalen Maßnahmen, die wir so kennen, das Ziel zu erreichen. Und dann wussten wir, wir brauchen mehr Menschen, die mitmachen. Unsere eigenen Kräfte als Stadtverwaltung reichen nicht aus. Wir schaffen es nicht alleine. Und deswegen haben wir die Bürgerinnen und Bürger angesprochen und ihnen gesagt, so, ihr müsst mitmachen, sonst schaffen wir unsere Ziele nicht. بينما في Umwelthaus يمكن للمرء الاستفادة من المراجع التي توفرها مكتبتها حول مختلف المواضيع المتعلقة بحماية المناخ ومختلف الطاقات المتجددة. إضافة إلى الاستفادة من خدمات إعادة تدوير النفايات ومن استشارة أخصائيين في مجالات الطاقة الشمسية. كما نجد أيضاً حملة Schule der Zukunft Bildung für Nachhaltigkeit التي تحث على التكوين في ميدان التنمية المستدامة في جل المدارس الألمانية لجهة نوردغاين-فيستفالن من خلال تعزيز التعاون وتشبيك العلاقات بين مختلف الشركاء ودعم مشاريع التلاميذ وتحسيسهم بأهمية المشاركة في حماية البيئة. كل هذه المبادرات لم تكن لتثمر لولا السياسة المنتهجة من قبل وزارة حماية المناخ والبيئة والزراعة والطبيعة وحماية المستهلك لجهة نوردغاين-فيستفالن التي تسهر على تمكين التلاميذ بمختلف أعمارهم وتأهيلهم بوسائل المعرفة ليخوضوا بنجاح مستقبلهم المهني. Was ist Ihre persönliche Vision von Nordrhein-Westfalen in 20 Jahren und in Bezug auf nachhaltige Entwicklung? Wir haben ein Motto für uns, Klimaschutz made in Nordrhein-Westfalen, also dass von uns die Lösungen auch für die Zukunft kommen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Wettbewerb zu tun, aber ohne Wettbewerb, glaube ich, kommen wir nicht zu diesen Lösungen. Natürlich reden wir nicht nur über technische Lösungen, sondern wir brauchen auch soziale und gesellschaftliche Innovationen. Da spielt vor allem die Bildung eine Rolle. Wir brauchen vor allem junge Menschen, die diese Herausforderungen annehmen, die Interesse an Forschung und Entwicklung haben. Auch das ist an der großartigen Forschungs- und Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen durchaus möglich. وأنتم أصدقائي كيف تساهمون بدوركم في حماية المناخ؟ شاركوني بآرائكم واقتراحاتكم. أما الآن فسأغتنم فرصة مشاهدة البدر. ليلة سعيدة.